أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو منهج السلف في تعلم القرآن وتعليمه، وما هو توجيهكم للمشرفين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ لستم فاعلين مثل فعل السلف في تعلم القرآن وتعليمه. السلف يقولون: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أنتم تحفظون الآيات فقط ولا تتعلمون التفسير والعمل الله أعلم به، لكن حفظكم للقرآن خير، وإن لم يكن مثل حفظ السلف حفظكم خير، ويرجى إن شاء الله أن يحثكم على العمل وعلى تدبر القرآن ولو في المستقبل. نعم.